في وقت الإصابة أنا مني تصابيت أنا حسيت بواحد الألم ما أنا عارفش غيكون عندي ليغام، الطريقة باش تضربت أنا عارفش غيكون عندي ليغام، ولكن الحمد لله على كل حال العملية تمت بنجاح وقدر الله ما شاء، كنتمنى أنني نرجع في أقرب وقت إن شاء الله. طبعا طمأني طبيب دوا معايا قال لي العملية دازت مزيان وعطاني مدة الريديكاسيون بكل شيء 6 أشهر، وكنتمنى أنني نرجع في قل إن شاء الله باش نرجع للميادين إن شاء الله في أقرب وقت. لا جو كخوا يمكن غنمشي لقطر ولا فرنسا، وكي مازال ما عرفتش شنو كاين ان شاء الله. هادشي اللي في يمكن بالطبع. فكتشوف لا لاعبين ديال الرجاء البيضاوي ولا لاعبين ولا جماهير ديال الرجاء كيجيو يساندوك ويعطوك واحد الثقه ويتكلموا معاك، ولا حتى اللاعبين القدامى جاوا ومنحوني واحد الثقه واحد الطاقه بانني نرجع في اقرب وقت، وكتحس بواحد الفخر وكتحس بواحد الاحساس، كتقول بان كلشي مساندك وكلشي معاك، فهذا الا جزاء الله سبحانه وتعالى. بالطبع فاولا كنشكر الجماهير ديال الوداد البيضاوي، ديما كنشكرهم اللي كيتبعوا الفريق ديالهم وكيتبعوا حتى اللاعبين ديالهم واللي وقفوا معايا وساندوني ومنحوني واحد الثقه، وكنتمنى ان هاد الروح اللي طرات دابا وانهم جا جمهور الرجاء البيضاوي ساندني في المستشفى، كنتمنى هادشي طرا حتى خارج الملعب وحتى الحياه اليوميه، كنتمنى هاد الاخوه تدوم دائما وما يكونش واحد المناوشات بيناتهم، وكنتمنى ان هادشي يزيد القدام ان شاء الله بالكره المغربيه. الخبر كان زلنا شويه كالصاعقه وما كناش كنتمناو الاشرف داري ولا اي لاعب في الديربي ولا في البطوله كامله، والحمد لله حاولنا نتغلبوا على هاد الشيء اللي عطانا الله الاشرف، والحمد لله دار عمليه ونجحت 100%، وغادي يرجع ان شاء الله للميادين في اقرب وقت ان شاء الله. هو في الحقيقه بالنسبه للاشرف هو واحد واحد الولد اللي هو طموح وقوي وعنده واحد الاراده باش الى بغى ان شاء الله يوصل لواحد الحاجه كيوصل لها، وكي الى دار في عقله كيوصل لها، ولهذا حنا ما كنخافوش من هاد الاصابه اللي عطانا الله، وان شاء الله غادي يتغلب عليها وغادي يرجع احسن كما كان بمساعده ديال الطبيب ديالو اللي هو الدكتور الهيفتي، وان شاء الله غادي يرجع وغايقول الكلمه ديالو وغادي يدير الترويج ان شاء الله، وغادي غيمشي ان شاء الله باش يكمل الترويج ديالو في قطر، وغادي يرجع ان شاء الله وغادي يكون غايقول الكلمه ديالو، و انسان طموح يعني ما غاديش نخافوا من هذه الاصابه هذه ان شاء الله، غادي يتغلب عليها وغادي يقول الكلمه ديالو ان شاء الله ثاني اما قريب. الزياره ديال اللاعبين هي اللي جات قواته باش غادي يجتهد وغادي يرجع كما كان، لان كتشوف كما كتشوف اللاعبين ديال الرجاء البيضاوي مشكورين على المجيء ديالهم ومسانده الاشرف داري، وهادشي ما غريبش عليهم يعني الصراحه، هادشي ما حنا راه خوت لا وداد ولا رجاء، واللاعبين ديال الوداد تما راه حضروا بكثافه، والجمهور ديال الرجاء حضر والجمهور ديال الوداد حضر، وهادشي اللي بغينا نولي نشوفوا ان شاء الله في الديربيات وفي الملاعب، يعني نولي بغينا نشوفوا كما كنشوفوا الصداقه والاخوه في خارج الملعب، ولينا حنا ولينا بغينا نشوفوا دابا في التيران، كنا كنقولوا بغينا نشوفوا الصداقه والاخوه في التيران، ولينا بغينا نشوفوا خارج التيران وفي التيران دابا، وهذا الشيء راه كيفرح، وان شاء الله غادي يرجع ان شاء الله اشرف داري، غيرجع للميادين قريب ان شاء الله.